وحول تنامي الفساد في قطاعات الحكومة في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. مرحبا بك معنا دكتور. دكتور يحيى حياك الله وأحييك وأحيي مشاهدي قناة الراسب. حياكم الله، أهلا بكم. بحسب عدد من النواب فإن عدد الشكاوى المقدمة ضد وزير النفط وحده تجاوزت 35 شكوى، ماذا يمثل هذا العدد لمسؤول واحد في الحكومة أمام الفساد المستشري في البلاد؟ مشروع الفساد الممنهج في مفاصل وقطاعات الدولة العراقية أصبح حمل راسخ بعدم وجود إرادة حكومية وقانونية لمحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة. ويمكن القول إنه من الصعوبة أن تجد نزيها في وزارات الحكومة العراقية أو مديرياتها، فالفساد هو الصفة السائدة لكل التعاملات والمعاملات، حتى ما يخص المواطن المسكين في الحصول على راتبه أو تقاعده. ووزير النفط المدعو إحسان جبار المنسوب إلى كتلة عمار الحكيم المسماة الحكمة، وهي بعيدة عن أي حكمة العمل والتصرف، هذا الوزير الذي قدم عنه عدد من النواب ما يقارب 36 شكوى تدل على فساده، والذي يعمل بكل جهد لتحطيم وزارة النفط وطمس أصولها المالية ابتداء من تصفية شركة ناقلات النفط إلى سرقة أراضي تابعة لوزارة النفط في أماكن كثيرة في العراق ونحتها، وتغيير جنس العقار فيها وتوزيعها له ولأقاربه ولعدد من المسؤولين الفاسدين الآخرين حتى يأمن منهم عدم مساءلته عنها، إضافة إلى كثير من التجاوزات، فإن هذا الفاسد وأمثاله قد وجد من يحميه ويحمي فساده. نعم. وإن على ذكر الفساد والفاسدين دكتور يحيى، وثائق مسربة كشفت عن أن وزير المالية أسند مهمة إدارة الضرائب لمتهم بمخالفات قانونية، على أي أساس يتم اختيار المسؤولين؟ إسناد أي مهام لشخص معروف بالفساد وباكتساب المخالفات القانونية إنما يأتي على أساس مشاركته بالسرقات والنهب لموارد الدولة مع سبق الإصرار والترصد، بل إن الاختيار يتم حسب ما يدفع هذا المسؤول من تخفيفات شهرية مقابل المنصب، وهذا معلوم في أروقة الدولة العراقية ببيع المناصب لأشخاص فاسدين يقومون بابتزاز المواطنين واختراع مسميات لا سند قانوني لها يجبر المواطن على دفع رسوم أو مصاريف في إنجاز معاملاته، إضافة لما يقوم به هذا المسؤول من سرقات في أصول دائرته من أراضي أو منشآت يعمل على تفكيكها ونهبها. نعم، باعتراف برهم صالح فإن 150 مليار دولار هربت من العراق إلى الخارج منذ عام 2003، أين إذن وعود الحكومات السابقة والتي تضع على رأس برنامجها أو برامجها مكافحة الفساد ونحن نتكلم عن رقم كوكبي؟ ما نهب من موارد العراق وميزانيته يصل إلى 1000 مليار دولار هربت إلى الخارج، وقسم منها سلم إلى جهات خارجية معلومة هي من ترعى الفاسدين وحكوماتهم، وهذا الرقم الذي يعلنه برهم إنما هو لتضليل الرأي المحلي والعالمي، إضافة إلى ما ذهب في جيوب هؤلاء الفاسدين بكل مسمياتهم. أما قصة مكافحة الفساد فهي أسطوانة مشروخة لتضليل الرأي المحلي العراقي بأن هناك ما تسمى لجنة لمكافحة الفساد أو ما تسمى هيئة النزاع. نعم طبعا، وهذا يجعل منظمة كمنظمة الشفافية الدولية تقول إن العراق من بين أكثر دول العالم فسادا في السنوات الأخيرة، ويعني الحديث عن يعني متابعة للناشطين والصحفيين الذين يكشفون عن قضايا الفساد ويطلبون التحقيق في هذه القضايا بدلا من أن تكون الحكومة عونا لهم وبالتالي تقمع هؤلاء الفاسدين. نعم، العراق يقع في ذيل القائمة التي تعده من أفشل البلدان باستشراء الفساد، وإن الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال هي من ترعى هذا الفساد وتقننه
لنهب المال العام وتسخيره لأهداف شخصية وحزبية وميليشياوية، وتقديم جزء منه لأجندات خارجية تبذل جهدها لتدمير العراق. إلى أي مدى ترى أن تفاقم الفساد وسوء الإدارة المتمثل في انعدام الرقابة زاد من سوء الأوضاع المعيشية في العراق وانعكس سلبا على حياة المواطن العراقي؟ إدارة الدولة بأشخاص فاسدين جاءوا للنهب والتخريب فأصبح فسادهم يسكم الألوف، مما أدى أن تكون مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين إحدى أهداف الجماهير خلال التظاهرات سواء تشرين أو اعتصامات المحافظات المنتفضة. هذا الفساد كما أسلفت قد أصبح مفروضا على المواطن في تمشية أي معاملة له، وهناك سماسرة في كل دائرة ووزارة قد وضعوا تسعيرة خاصة لكل معاملة أو مراجعة، بل هناك سعر خاص لكل توقيع. إن الفساد المستشري والممنهج في الدولة العراقية يجب أن يواجه بثورة شعبية عارمة لاستئصاله واستئصال الفاسدين ومحاسبتهم على ما نهبوه بأثر رجعي، وإعادة ممتلكات الدولة المنقولة منها وغير المنقولة لصيانة موارد العراق للأجيال القادمة التي تعمل أحزاب الفساد والجاسوسية على حرمانها من حق العيش على أرض العراق. أشكرك جزيلا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل.